هو بين كتير مبسوط. لما شفته مبارح كيف كان سعيد، فكرت إنه تستحقوا حياتكم تكون أحسن، وهو بيستحق فرصة إنه يعيش حياته بسعادة. قلبي دلني إنه ممكن أنتي وريشاب يعني تحسنوا حياة بعضكم للأفضل. على كل حال هاي أمنية مني، أنا خبرتك شو كان ببالي، هلأ أنتي اللي لازم تخبريني شو في ببالك، ولو سمحتي ما بقى تخبي عني شي أبدا، كوني صادقة معي. بكرة يوم العيد وأنا بدي منك ترجعي لعيلة لوترا إنسانة تانية وصافية تماما، بس إذا أنتي عن جد شايفة حالك إنك بتستحقي تكوني زوجة ابن عيلة لوترا، كمان تكوني زوجة منيحة ووفية لريشاب، لأنه صرتي بتعرفي قديش هو شاب نظيف، وأنتي الأخطاء اللي عملتيها بالماضي كانوا كتار كتير. إذا شعرتي بأي ندم وإذا فيكي تعطي ريشاب الحب والاحترام يلي بيستحقه وبيستاهله، رجعي وإلا ما تبيني وشك. إذا بتعتقدي إنه فيكي تنسي بريدفي وتشيليه من راسك وتنسي كل شي كان بينك وبينه للأبد، بس وقت رجعي شيرني، غير هيك لا. بريتا صدقيني أنا تجاوزت بريدفي من زمان، حتى هو ماضي بالنسبة إلي، ما بيجمعني أي رابط معه. أنا عن جد بحب ريشاب صدقيني، بعرف أنه صعب إثبت هالشي حالياً، بس بتعرفي أنا دعمته حتى لما كان بالسجن. أنا مبسوطة أنك عملتي كل الشغلات اللي وعدتي فيها لحتى يطلع، أنت وفيتي بالتزامك، أنت طالعتي ريشاب من السجن وجمعتي العيلة من جديد. وثقي فيني أنا تغيرت وبدي بلش حياة جديدة صادقة مع ريشاب. شوفي أنا عن جد ما بعرف إذا أنت تغيرتي أو عم تخططي، أنا بس بدي أقول لك إنه أنا ما فيني شوف عائلتي عم تعاني من الألم أكثر من هيك، لأنه ما بعرف وقتها شو ممكن أعمل. بس الشي اللي عمله بريدفي اللي صار ممكن يكون لصالح العائلة ويكون خلاهم ياخذوا حذرهم، بس هذا الشي دمر كريتيكا بالكامل من جوا بتعرفي، ومو بس هي، لو بالكل انكسرت وثقتهم اتدمرت، هن عن جد بألم كبير، وأنا بصراحة ما بدي تصير أي مشكلة تانية بسببك أنتِ. ولهيك إذا أنتِ أخذتي القرار وحبيتي ترجعي، ما تخليني أبداً تفكر إني عملت غلط كبير بجيتي لعندك، وكلامي معك كمان لحتى تاخدي فرصة تانية مع ريشاب، ماشي؟ لا بريتا، وثقي فيني، صدقيني ما رح تندمي على هذا القرار أبداً، أنا ما رح أعمل أي شي غلط. هذا شي منيح. شوفي العلاقة بيناتنا ما فيها تكون أبداً طبيعية، لأني بعرف كتير شغلات عنك، وكل الشغلات ما حدا بيعرفها غيري، بتعرفي هالشي. بس مشان الوضع مع بقية العيلة، هن الناس كتير طيبين وعندهم ثقة كبيرة فيكي وبيحبوكي، وبتعرفي هالشي صح؟ مشان هيك بكرة يوم العيد ترجعي على بيت العيلة بنفس كمية الحب اللي بيحبوكي إياه، لو سمحتي شيرلي. شكراً بريتا، باي. أخيرا شرفت مدام لوترا اللي زمان ناطرك هون، وينك لهلا؟ شبه؟ مرحبا، أنا قلت لك إني كنت ناطرك وأنت عم تتجاهليني؟ بتضلي عم تشردي كل الوقت بشو؟ ولا شي، آسفة. ما تتأسفي، ليلي لشوف، شو حكيتي مع شيرلين على انفراد؟ ما كان فيكي تحكي قدامي؟ شو؟ ما حكيت مع شيرلين، بس جيت اطمن على أمها. لا تكذبي، احكي لي لشوف. ايه كذبت عليك صح، انا بصراحة لا لا بقصد اذا ما بدك تخبريني مو مشكلة، ما بدي اياكي تنحرجي، مانك مضطرة، انا عم بسألك من باب الفضول عادي. عن جد؟ شايفة صرت عاقل فعلا. انا كاران لوترا ماشي، انا ولدت عاقل، بتعرفي لما ولدتني امي ابي سأل الممرضة شو جابت مرتي، قالت له ولد عاقل. مشان تعرف. مو معقول لك شو؟ لحظة لحظة دقيقة. لوين؟ عم لك شو؟ شو ما صار هلا؟ مهما قلت أو عملت، نحن ما رح نحكي عن هذا الشيء. ما رح نعمل هالشيء. لا بلا. لا ما رح نعمل. طيب مثل ما بدك. عم فكر بشغلة، إنه اليوم ليلة العيد، وأنت أعطيتيني هدية كبيرة. لهيك بكرة شو رح تعطيني؟
رح تهديني هدية مميزة مثل هي كمان؟ ايه حاجتك على أساس خجلتي؟ ليكي ما فيكي تضحكي علي بهي الشغلات. يلا قليلي شو رح تهديني؟ لا تاكل هم، بكل الأحوال أنا ما بضيع وقتي بالخجل، لهيك رح خلي لك الهدية مفاجأة. أنت كتير حلوة بريتا. وأنت كمان حلو يا زوجي العزيز. اشتقت لك. أنا استفقت لك كمان. اللي بقى. مرحبا، وينكم تأخرتوا كتير؟ كان لازم تكونوا هون بهالوقت. لو سمحت تعوا بسرعة. ايه جيريش، لو سمحت خلي الكرتونة هون وروح على المطبخ اتأكد إذا جهز الفطور لأنه صار وقت تنزل العشاء. حاضر. ريتا، ايمت رح يبلشوا يحطوا الفطور؟ تأخروا كتير. بعدت جيريش ليشوفهم، لازم يكونوا بلشوا فيه، بعدين لازم يعملوا الغداء، وكمان اليوم العشاء لازم يكون مميز لأنه الضيوف رح يبلشوا يوصلوا الساعة 7 المساء. طيب، رح روحوا اتأكد. كاران استنى شوفي. شو لوين رايح؟ ريشاب قال لي مشان روح على التمرين، لهيك أنا رايح هلا. لا أنا شو خبرتك؟ إيه صح أنا قلت لك إنه صار لازم تبلش تمرين، بس ما خبرتك إنه تبلش هالشي من اليوم، صح كلامي؟ فسرت الموضوع غلط. هو دايماً بيفسر المواضيع غلط، ما بيعمل شي صح. مدام كارينا، الفطور صار جاهز. طلع الفطور على غرفتي. حاضر مدام. لحظة اسمع شوي. ما حدا بيعرف إمتى رح يوصلوا المصممين، خلي الكرتونة هون. خلص.